شاء في أي وقت، ويعني دايما نتذكره دايما بكل خير، فإننا صابرين البقاء لله. قدام لله احنا بنعزي أنفسنا. احنا يعني خبر موجع، برغم ان احنا كنا يعني عارفين من يوم التكريم او من قبل شوية كده، هو كان طالع مرة مع الأستاذ وائل، احنا كمان بندعي بالشفاء للأستاذ وائل الإبراشي طبعا، زميل والأخ العزيز حقيقي يعني. لما طلع معاه كان بيحارب لآخر نفس يا أحمد، يعني كان عمال يتكلم، وكان أنا كنت حسيت إن الراجل ده بعد الفورة الحماس والشعلة اللي كانت جواه وهو بيتكلم وبيناقش عن هموم الوطن وقضايا الوطن، و هو فعلا راح المستشفى بعد كده يعني، عارف إزاي؟ وبعدين بقى بيحارب زي ما يكون بيحارب عشان يوم التكريم ده، ان هو يطلع يقول الكلمتين دول ويتقفل الستار. انا عايز اقول لك ان اليوم ده احنا كنا بنعيط لان كلنا قلبنا انقبض كده يعني، فاهم قصدي؟ يعني باين الصوره بتاعتكم كلكم بتعيطوا مشهد.